فهمت كلامي؟ عشان كده الحاكم المسلم، ودي كمان انا ازيدك يا علماني، وده بغيظك، ونحن ما بنخجل منه، وده ما كلام سياسي، ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. الحاكم المسلم لو ظلم وجار ينصح ويوجه، لكن ما بدون الخروج عليه. دي ثبتها معاك. زعلان؟ اديك على حديث كمان. النبي عليه الصلاه والسلام قال اسمع واطع للامير، وان ضرب ظهرك واخذ مالك. ده ظالم ولا ما ظالم؟ ها؟ علماني انت زعلان؟ انت قال الكلام ده تضليل، يقول لك ده تضليل طبعا. تضليل طبعا. والجماعه دي بيكرسوا للظلم، انت بليد ولا شو؟ انت ما بتفهم. كلام النبي عليه الصلاه والسلام ما فيه تكريس للظلم، لانه ده عين العدل وعين العقل. قال لا لا، انت كلام الرسول ما بتصدقه، وانا عارفك ما فاجر مستهبل، كلام الرسول ما بتصدقه، لكن انا اديك نموذج من الواقع الليله. شوف الواقع الحاصل، دول كثيره مرقت برا ثورات، لموا فيهم ناس القرضاوي وناس محمد حسان وناس مين، اطلعوا برا، اطلعوا الشارع، يسقط يسقط، نمرق برا الشارع، مرقوا. سوريا مرقت، فهمت؟ مصر مرقت، بيناك تونس مرقت، مرقوا الشارع، كسروا خربوا، يسقط 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 السلطان، سقطوه. الحصل شنو يعني؟ هل الان سوريا بقت جنة الدنيا؟ مصر الان بقت جنة؟ ولا استفادوا حاجة؟ ما رجعوا لورا كلهم؟ والكان النعم البسيطة اللي بيلقوها حتى من الحاكم الظالم بتاعهم ده، الفاجر بتاعهم، أقل لا كان بيحفظ لهم الأمن. الواحد يمرق من بيته ويخلي أخواته في البيت ويخلي أمه في البيت آمنين مستغرين، يفوت ويجي راجع في أمان. الليلة الأمان ده ذاته ما في، حقك الشال منك في الشارع، في الشارع حقك الشال. تشكيلة منو ذاته؟ منو تشكيلة؟ تقول له منو ذاته؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن الحاكم بينصح، تمشي له وتنصحه، تتكلم معه وتوعظه، وده أدعى للقبول. لكن اللي بيحصل الآن ما هو إصلاح. شوف الناس المدورين ده كلهم، والثورات اللي بتمرق ما في زول داير يصلح البلد، عشان ما تتغشى أنت المسكين، ما في ولا واحد منهم. أي زول داير يلقى له فرصة في العضة دي يعضوا زي ما ديلك أكلوا، ده الموضوع بس. يطلعوا وجوهته تشوفهم، تقول عندهم موضوع، يحرقوا في اللساتك ويسقط، ولا بد نغير الحكومة. ها غيرناه عشان نعمل شنو؟ نعمل شنو؟ الزلابية بتبقى 10 جنيه؟ في شنو يعني؟ داير يمسكه هو بس، عشان يلبع زي ما ديلك لبعوا، يبلع زلط، فهمت؟ يبلع 60 عمارة كبري، يبلعوا بيضهم مشنوع عليهم والله. داير ياكل بس. شكلنا نحن ويروح الضحية الشعب المسكين. انت شغال بتكورك وعردان، يسقط 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 و سقط، تاني بتجي مع ذاك، ذاك ما برضه ضربه وقعد، تاني شغال يسقط 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 يسقط، وتجي بعد يا ها تشتغل كده لما تسقط انت ذاتك. انت جعان يا انت، عندك حاجة؟ انت حتى الفطور ما عندك يا ناس. الزول يبقى عاقل، كان ما عندك شغلة بدين ذاته، دين كلام الرسول لو ما شغال به، ابقى عاقل وحافظ على بلدك وحافظ على اخواتك. صدقني انت الثورة لو مرقت وغيروا الحكومة وبقوك انت رئيس الجمهورية انت ذاتك، ولا ادوك معتمد ولا لجنة شعبية ولا روضة اطفال، فهمت كلامي؟ وجيت يوم من الايام لقيت اثناء الفوضى اللي بتحصل، ما استوردت انت بتقريبا، انت ما قول راسها الحكومة دي شايلة تقريبا كده وركبتها لفوق وخلاص، في فوضى فوضى بتحصل. لو جيت لقيت امك ها واحد طعنه بسكين في البيت وقاعد جنب الباب، لو ادوك حكومات الدنيا دي كلها ما بتقضيك، ما بتعوض لك. لو جيت لقيت زوجتك خش عليها واحد وانتهك عرضها في الثوره والفساد اللي عملته انت، لو ادوك الحكومات بتاعت العالم الاسلامي جد ما بتعوضك. والليله اي زول عاش الحروب وعاش المعاناه والفساد بيقتنع بالكلام ده، لانه نحن قبل اليوم كان عندنا زملائنا في مناطق بتاعت حروب
الواحد بيدق له تليفون زميلكم قاعد في القاعه بيقول له عندك ثلاثه من ناس بيتكم ماتوا، اربعه ماتوا، استفاد شنو هو يعني؟ ثوره وما ثوره ويسقط ويتعفص ويطلع وينزل، استفاد شنو؟ الناس تكون عاقله، لكن في النهايه الافكار العلمانيه دايره فوضى عشان تنشر الفساد بتاعها، عشان يفتحوا لك البارات بتاعت الخمره برا بمزاج شيوعي يخلف كراعه في نص الشارع ويمسك الكاشير بتاع المريسة. انت قال الشيوعي ده شنو؟ يمسك الكاشير وينظم الصف بتاع الزينة. اضيف انت ارجع ورا، انت مدخل، انت مريض، تعال بعدين، انت مستعجل ولا شنو؟ تعال، دارين فساد زي ده، دارين يرموا الفساد، لان الافكار الشيوعيه الافكار الكفريه يا شباب ما بتنمو الا في واقع مليء بالفساد. الليلة لما نيجي نقول طلبة، طلبة محترمين، البنات لابسات كويس، الأولاد أولاد مهذبين كويس، يجي وقت الصلاة ورد الخشو جامع الرجال للخشو جامع النسوان، بيصلوا الصلوات في وكده. الشيوعي ما بيقدر يشتغل في جو زي ده، ما بيقدر شيوعي، ده بيتلفت، معقول يا حرية؟ ما في حرية، ما في صلاة هنا، ما بيشتغل. عشان يشتغل العلماني داير جو من الفساد الاخلاق. لما الزنا ينتشر ها وتنتشر الخمور، بعد ذاك ببساطه واحد بيجي بيقول لك يا اخي والله شايف الحر دي كله من الحكومه. كويس، والله مره واحد قال لي الجماعه ده لا يمشي، يقول لك الحر دي شايفه من الحكومه، كيف من الحكومه؟ قال شابكيننا يا سوداننا تكبر، يا سوداننا تكبر، قال لما انت كانوا جنب الشمس فوق. هم دايرين جو بتاع فوضى عشان بعد شويه يجي بالراحه يزلي لك الافكار بتاعه. قال في حديثك عن الخروج عن الحاكم، لماذا الاخوان المسلمين في مصر ايدوا الخروج على محمد مرسي؟ وما الفرق بينكما؟ ام شنو كده الاسنان؟ ايوه، بما انه الاثنين قال وجهان لعمله واحده، نحن وجهان لعمله واحده، العمله وين هي؟ العمله ذاتها. شوف قاصد الدين يعني الدين عمله واحده. شوف يا عمك انت ما فاهم حاجه، نوريك الحاصل. نحن عندنا الخروج على الحاكم ما بجوز، وده انا ما جبته من الاخوان المسلمين، ولا الاخوان المسلمين عندهم علاقه بالكلام ده، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، الرسول، الرسول يا ناس عرفتوا النبي، نبي محمد بن عبد الله ده اللي قال الكلام ده. قال في حديث في الصحيحين قال سترون بعدي اثرا، اثرا يعني القروج بيخموها الناس الحكومه، وامورا تنكرونها، في حاجات كثيره ما بتركب لك تنكرها. قالوا فما تامرنا يا رسول الله؟ قال ادوهم الحق الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. ما قال اخرجوا، ما قال اخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ اما العمل الاخوان المسلمون هم اللي خربوا مصر، الاخوان المسلمون بما فيهم حزب النور اللي بيسموه سلفي برضه من الاخوان المسلمين، وده اللي اججوا الثورات وطلعوهم واخرج واحرق احرق وما تديها للحراميه، اقتل واحد اقتل 100 ما تديها للحراميه، ده شعار الاخوان المسلمين كان هناك، قتل وسفك للدماء، خربوا مصر وما استفادوا اي حاجه. اداله مرسي، مرسي جاب الاسلام، مرسي مش اخو مسلم، ادوا الحكومه حكمها سنه وزياده ولا سنه بس، سنه. هل الاسلام اللي بينادوا بيه الاخوان المسلمين جابوا مرسي في مصر؟ اول ما طلع عليهم في الخطاب قال لهم انتم السياده العليا التي لا تعلوها سياده، انتم الذين تغررون. يا زول السيادة عند الله، يا عند الله السيادة ما عند ال. بعد ذاك سألوا عن الحدود الشرعية وإقامة الحدود الشرعية، قال دي ما من الشريعة الإسلامية، حد الزنا وحد الحرابة وحد السرقة وحد الخمرة، قال دي ما من الشريعة الإسلامية، ده مرسي دار يجيب الدين، فدل كلهم شغلانة بتاعت خراب. عشان كده يا شباب خليكم واعين، أنا ما عندي علاقة مع حكومة ولا مع غير حكومة، لا حكومة لا معارضة، لكن بقول لك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام بتاع ذول عاقل بس.
انت خليك ذول عاقل بس. نحن الليله هل دايرين بلدنا تبقى ساحه بتاع الدماء وفساد في اي شيء زي ما الان في سوريا؟ يا غص عليك الله يا شباب، لو ما المظاهرات دي فساد، السوريين يشحدوا في السودان؟ سوري بيشحد في السودان، بلد حضاره وبلد علم وبلد رقي وبلد الحضارات الاسلاميه الاولى وبلد النصر. حتى ابن تيميه جاب 5 آيات، فهمت؟ وجاب 5 أحاديث بتتكلم عن فضائل دمشق، كويس؟ وبتكلم عن فضائل الشام عموما. تخيل معي الان بقت غير قابله للسكن، تقدر تعيش في سوريا؟ كلهم جماعه بيجاي، الله يعينهم ويوفقهم، ها؟ وينصرهم على المجرم الفاجر اللي قتلهم واباد كميه منهم، اباد كميات، فهمتني؟ لكن برضو السبب يرجع للناس اللي ايدوا الفتنه دي، السبب برضو يرجع للناس اللي اشعلوه من الاول، لانه هو مجرم لكن ما براه مجرم. في النهايه قد يكون الحاكم طاغوت ومجرم وكافر، لكن انت ما ترمي بنفسك في التهلكه يا اخي. زمان موسى عليه السلام ما فرعون قاعد قال طوالي نمرق ثوره ونخرج عليه وامرقوا واطلعوا، لا ما في فهم. انت ممكن يكون كافر وملحد لكن ما بتطلع عليه، بتحافظ على الدماء، بتحافظ على الاعراض، بتحافظ على البيوت. ديل مرقوم هسه الان سوريا بتتمنى في الوضع القديم، العراق بتتمنى وضع الفاجر صدام حسين، تتمنى في الوضع بتاع صدام حسين، لانه في النهايه كان زول تافي لهم الشيعه ديل ومسكتهم وحافظ لهم امانهم وياكلوا ويشربوا وعايشين، والدار يعبد الله بيعبدوا والما دار يعبد الله ذاته يبقى كافر كافر قاعد في محله. فهمت كلامي؟ الناس كانوا عايشه في امان، لكن هسه وينو؟ الشيعه الان بيرتكبوا جرائم، وما يقتلوا الا اهل السنه مثلكم كده، ما يقتلوا الا ديل. ده شيء دارينه؟ انت قال البلد دي الالغام اللي فيها شويه، انا دارك تكون عاقل. كلامي اللي بقوله لك ده ما كلام بتاع سياسه، كلام بتاع فهم. حافظ على اخواتك وامك وعلى عرضك. البلد دي الناس اللي لابتين جوا ما شويه، وشوف لو قام الثوره واختل الامن في البلد دي بقى الشرطه بتحميك ما في، ها؟ امني بيحميك ما في، تاكد معاي والله من بيتكم ما تقدر تطلع. والسودان ده بلد مشكل تشكيله غريبه جدا من العرقيات والاثنيات والجماعات المتطرفه والجماعات الدينيه، تظهر لك كتل والله تصفيات ثقيله جدا، والله ما تعرف تمشي وين. عشان كده يا ناس زول يبقى عاقل. الثورات دي انا دينا ضدها وعقلا ضدها. وين تمشي؟ لف ودور، تلف وتدور وتجي في النهايه تلحس التراب انت وتتهان وتتزلق، وما حتجيب لك نظام اللي بتتوقعه انت، نظام الامثل. واحد يقول لك دارين نعيش مرتاحين، ما بتعيش اصلا والله، يا الموت بس بعدك. ما بقول لك الكلام ده عشان انا عندي لك فكر معين، ولا عشان انا جاي اتكلم باسم الحكومه او باسم المعارضه، انا ما عندي معهم شغله كلهم، لكن في النهايه بقول لك الحق اللي ربنا اوجبه علي. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.